أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. وإحنا يعني بنشكر السادة المشاهدين على كمية الرسائل للبرنامج وعلى ثقتهم الغالية في البرنامج. الحقيقة إحنا قدمنا الحلقة اللي فاتت كشف حساب لما تم إنجازه في البرنامج وما لم يتم إنجازه واستجابة بعض الوزراء وعدم استجابة بعض الوزراء. والنهاردة احنا حقيقي بنقدم ملفات ساخنة وكشف حساب. وعادة كشف الحساب بيتقدم لما نعمل كشف حساب لأي شخص بعد انتهاء مدة عمله أو بعد خروجه المعاش، ولكن بسبب الإنجازات المتلاحقة كل يوم والسرعات الشديدة للسيد رئيس الجمهورية، النهاردة بنعمل كشف حساب للسيد الرئيس أو مناظرة شعبية ما تم إنجازه من قبل السيد الرئيس في ملفات ساخنة. ويشرفني يكون معايا صديقي الصحفي الأستاذ حسين عبد العزيز في اللقاء يمكن رقم 4. أهلا وسهلا أستاذ حسين. اهلا بيك يا استاذ فهمي واهلا بالساده المشاهدين. بالنسبه احنا يعني بنقدم كشف حساب، وده يمكن فكره جديده قلنا نوصل للساده المشاهدين ما قام به السيد الرئيس في المرحله السابقه من انجازات. وهنبدا بملف الصحه. لو اتكلمنا عن اهم ملف يخص المواطنين هو ملف الصحه. ماذا قدم السيد الرئيس في الفتره السابقه وحاليا في ملف الصحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنتكلم عليها في ملف الصحة، بعد تولي السيد الرئيس الحقبة الأولى وتبعته جزء من الحقبة الثانية، كان في أولى اهتماماته المواطن المصري وصحة المواطن المصري. إحنا شابنا إهمال سنين عديدة، الفترة اللي فاتت كان إهمال في المستشفيات الحكومية وإهمال في صحة المواطن المصري بشكل عام، تكاثرت الامراض والاوبئه، فيروس سي، الفشل الكلوي. طب اتوقف عند حضرتك على فيروس سي، يمكن هتعرف السؤال اللي انا هساله. ايوه. يعني الناس قعدت تتريق على موضوع فيروس سي، والقياده الحكيمه للرئيس عبد الفتاح السيسي كيف استطاع ان هو ينتزع علاج فيروس سي مجاني من الولايات المتحده الامريكيه؟ وإيه الآليات اللي اتخذها لذلك؟ يعني عشان الناس تفهم بس. الأمر ده كان يعني أكون أو لا أكون. السيد الرئيس لما حط صحة المواطن المصري نصب عينيه وشاف إن ده وباء وإن في كتير من المصريين بيعانوا من المرض ده وما كانش فيه نسبة شفاء. وبعدين فوجئنا إن السوفالدي اللي هو كان العلاج الأول لفيروس سي، الجرعة بتوصل لغاية 18 و23 ألف جنيه للجرعة الواحدة. طبعا ده رقم بالنسبة للمصابين أو اللي عندهم المرض ده فلكي. هو أصلا بيبقى غالبا معظم اللي بيتصابوا بيه بيبقوا من الفلاحين، الناس الغلابة اللي ما عندهمش إمكانيات. تمام. يدفعوا. فلما فوجئنا إن فوجئت بقى الإدارة الحكيمة إن الجرعة الواحدة بتوصل 23 ألف جنيه، الرئيس وفريق العمل معاه بيبحث في أصل المشكلة، يعني مش بياخد الأطراف. أصل المشكلة دي مين اللي كان متحكم في الموضوع ده كله؟ شركات الدواء الأمريكية واللي بيعاونوها من داخل مصر. الأجهزة توصلت لمين المتسببين في الموضوع ده، في قصة إن هم احتكار السوفالدي وإن هم عاوزين يمشوه بالسعر العالمي. طبعا ده مش هينفع معانا خالص، زي ما قلت لحضرتك المصابين دايما من الناس اللي هم على قد حالهم. يعني كانت مؤامره، ودي اول مره حد يعني يتكلم في الموضوع ده في الاعلام. دي كانت مؤامره كبيره من 95، سنه 95، والموضوع بدا ينتشر والمرض ينتشر وياكل في اجساد المصريين وحالات وفاه كتيره جدا. يعني وانس ان حد يعني شفاكم الله وعافاكم، يعني اي حد مصاب بالفيروس يعني مات، فمفيش علاج.
مهما خد بقى من مسكنات من ادويه من مستشفيات ده خلاص في الاخر برضو بتحصل بان على الاعراض وبعد كده بينتقل الى رحمه الله، لان ما فيش عنايه وما فيش فكر ولا خطه لمواجهه المرض ولا اي حاجه. السيد الرئيس لما والفريق المعاون لما توصلوا للموضوع عرفوا ان هي عصابه، يعني اللي كان متحكم في الدواء عصابه، وفي ده بالذات في علاج السوفالدي الناس كلها بدات تتريق على الموضوع بتاع السيد اللي هو عبد العاطي لما اخترع العلاج بتاع علاج الايدز الجهاز والكلام ده، ودي كانت رساله للخارج يعني ان احنا على علم باللي بيدور. ولما احنا خدنا الجهاز وفعلا الجهاز ده حقيقه مش زي ما قال على وسائل الاعلام كان بيتريقوا ويقولوا كفته ومش كفته. طبعا السيد اللي هو عبد العاطي من الناس اللي من رجال الكره المسلحه الشرفاء يعني، وتحمل على عاتقه حته ان الناس تتريق عليه والكلام ده كله. طبعا وقال للريس ان انا سمعتي مش قضيه مش مشكله كبيره، بحيث ان احنا نمسك اطراف الخيط في العصابه دي ونحاول نعمل حاجه للمواطن المصري يعني. وبالفعل الجهاز فيه ناس كتير اتعالجت منه بالفعل يعني، بس طبعا شركات الدواء والمافيا العالميه واللي بيساعدوها هنا في مصر كانوا على قدم وساق، لازم يوقفوا الحمله دي. احنا عندنا اجهزه اشتغلت على الموضوع ده كويس جدا، وزي ما قلت لحضرتك هم جابوا الاطراف وبدات المساومات. احنا الجهاز بتاعنا اشتغل باتصالات بقى مع شركات الدواء العالميه، لما عرفوا ان الجهاز صح عملنا اتفاقيات ان احنا نقعد 15 سنه نوقف الجهاز 15 سنه ونبدا ناخد السوفالدي نعالج بيه المصريين، وخدناه مجاني وخدناه 15 سنه كمان. دي المعجزه عشان الناس تعرف ازاي الرئيس، عشان الاطراف يعرفوا ازاي الرئيس قدر ينتزع هذا العلاج مجاني للناس اللي عماله تسخر وتتريق. وخدنا كمان منحه بنعالج بيها المصريين كلهم، منحه في حمل فيروس سي، ودي كانت اهم حاجه في العصر الحديث حصلت يعني. نسبه شفاء وصلت فوق ال 85%، والنهارده الدواء متوفر ويكاد يكون مجاني. ولما الحمله نزلت الناس اللي هم طلع عندهم اشتباه في الفيروس او لسه في الطور الاول بداوا ياخدوا العلاج والجرعات في المستشفيات الحكوميه والتامين الصحي، وما بقاش وباء ولا في اي حاجه. كانت المشكله مش المرض بس اللي بيفتك بينا، لا ده حتى العصابه اللي جوه في البلد هنا بياكلوا من خيرها، وهم طبعا من رجال الدواء. واعتقد ان الناس اللي سامعيني وفاهمين الموضوع هم اختفوا من على الساحه، وطبعا ما اختفوش بارادتهم، لان هم كفايه ما جنوه وثروات اللي خدوها من صحه المصريين، وهو كانوا عايشين طبعا في حياه طرف على حساب صحه المواطن المصري. دي حاجه تحسب للسيد الرئيس في ملف الصحه، ان انت قدرت توقف وباء وتخليه. هو يحسب ليه ازاي لاعب شركات الدواء العالميه، وازاي انتزع منهم ان هو ياخد العلاج مجاني لمصر كلها، علما بانه الان حتى الان في السعوديه الجرعه ب 18000 ريال. ريال يبقى اذا احنا لما عملنا الجهاز بتاع اللي هو عبد العاطي ما كانش ترياق زي ما هو بيتريقوا. كتر المصلحه ما عندهاش وقت ولا عندها اليه، ما عندهاش ترفيه، ما عندهاش رفاهيه ضياع الوقت، ما عندهاش رفاهيه الاهمال. احنا الناس القائمين على العمل الاعمال المدنيه وذات كانوا عصابه الدواء دي، فيهم شخصيه شهيره جدا اختفت خالص من على الحياه، لا السياسيه ولا الحياه الحزبيه ولا الكلام ده كله، اختفى لانه كان ضلع رئيسي في حته محاربه المصريين من 95 من بعد ظهوره بالتوغل والتوحش ده. الوقت النهارده واختفى لان هو كان بيحارب بكل ما يملك بشراكته مع الشركات الامريكيه والشركات الالمانيه ان على صحه المصريين، هو عاوز يتربح هو فقط. السيد الرئيس طبعا شخصيه مخابراتيه، فاي حاجه لازم يبقى ليها بحث ولها تحريات، مفيش حاجات عشوائيه. الملف ده هو تحدى بيه نفسه وتحدى بيه الشركات وتحدى بيه الشخصيات دي ورجال الاعمال القائمين على صناعه الدواء. ولذلك مداخله لما الرئيس بيقول انا عند ربنا سبحانه وتعالى عارف مكانتي والناس الاعداء الخارجيين، هو الراجل مخلص لهذا الوطن، ومش شرط كل حاجه بيعملها لازم يقول لعامه الشعب، لان الدوله لا تدار بال مش هتدار الدوله على الهوا يعني. كل ما هو كل الدولة ما لا تدار على الهوا في الكواليس. لا لا ده كمان احنا بعد العشر يعني كان 15 سنه يعني، انا اللي قريته اخيرا ان احنا خفضنا احنا المده 10 سنوات. أيوة. عشان احنا اللي هنخترع هننتج احنا اللي هننتج السوفالدي وهننتج كمان علاج لفيروس بي، و
بعد فترة صغيرة يكاد يكون 2022 مش هيبقى فيه حاجة اسمها وباء فيروس سي لا سي ولا بي. الخطوة الثانية اللي اتخذت في صحة المصريين عملية الحملة على علاج العيون الأطفال في المدارس، ودي بدأت في وجه بحري حوالي 6 7 محافظات، كشف على الأطفال وعيون الأطفال في البداية عشان ما يبقاش فيه الأمراض تتوطن قصر النظر وطول النظر وأمراض الشبكية والقرنية والكلام ده كله. ده الجمال إنه ما عمل لهم العلاج مجاني ونظارات مجانية، يعني ما شاء الله. يعني ما هو أنت بتعمل خدمة، فبتعمل خدمة متكاملة. ويعني أنا هكشف على الأطفال، أحدد لهم هم يتحملوا مسؤولية النظارة ومسؤولية العلاج، أنت عامل حملة يعني تشخيص وعلاج. نفس الموضوع هيتم بعد كده إن شاء الله في الحملة بتاعت أمراض الكلى، ومع هم شغالين فيها حاليا مع تطوير بقى المراكز. والحاجة المهمة جدا في موضوع أمراض الكلى عملية الأجهزة القديمة، يعني الأجهزة في معظم المستشفيات الحكومية بتبقى متهالكة وعطلانة، وده طبعا ما بيديش فرصة للعلاج أو فرصة لأن المريض حتى حالته تتحسن. النهاردة دخل كمية كبيرة جدا من أجهزة الغسيل الكلوي جديدة تماما جاية من بره ومتركبة وعليها صيانة وإشراف، فدي ارتفعت من نسبة الشفاء ونسبة تحسن حالة المرضى بالنسبة للموضوع الفشل الكلوي. الحاجة المهمة جدا اللي هي صحة أمهاتنا وأخواتنا، يعني موضوع سرطان الثدي. لما أنشأت مستشفى بهية طبعا دي عملت طفرة في الموضوع ده، لأن المرض برضه كان خامل وبدأ ينتشر فترة كبيرة، وبعدين لقينا كمية كبيرة من السيدات والأنسات مصابين بالمرض دوت. فبدأت الحملة في قوافل طبية وحملة منظمة برضه للقضاء على أو الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي للسيدات، والعلاج برضو مجاني نفس حزو فيروس سي وامراض الكلى. كمان في حاجه جميله في الارياف، واخواتنا في الارياف يعني حاسين بيها، في قوافل طبيه يوميه من وزاره الصحه موجود بتكشف على الناس مجانا. تمام. كل ده يعني ثوره في الصحه، والناس اللي يعني التي لا ترى الا السلبيات، يعني بيسموهم يعني اعمى القلب واعمى العين، يقول لك ده. اين الانجازات؟ او اي انجاز هو ما استفادش منه شخصيا، ما بيعترفش، مش شايف ان غيره استفاد، هو بيعترفش، هو عاوز كل انجاز يتم يكون هو له استفاده بالفعل. منها يعني بالفعل. الحاجه بقى المهمه جدا في ملف الصحه، عشان لو فيه هننقل على حاجه تانية، منظومه التامين الصحي الشامل. التامين الصحي الشامل دي حاجه ما حصلوش في التاريخ، انا خرافه يعتبر بالظبط، ما حصلش، وتم على فكره تعميمها، يعني هو كان بادئين ببورسعيد، والسيد الرئيس اعلن. تمام. ليه بقى نظام التامين الصحي الشامل ده؟ لانه بيعتمد على علاج المواطنين بدون تمييز، ما حدش غني وحد فقير وحد راكب وحد نازل وحد يدخل المستشفى دي ومحدش يدخل. وبعدين الحاجه المهمه جدا ان فصل الخدمه عن اداء الخدمه، يعني مثلا بمعنى حضرتك، يعني النهارده لو انا عندي اجهزه معينه بعالج بها المواطنين وانا صاحب الجهاز، فطبعا هيبقى عندي نوع من الخوف على موضوع الجهاز عشان الصيانه وعشان لا يتلف الكلام ده كله، وبناء عليه اضطر اجيب جهاز جديد. منظومه التامين الصحي الشامل الصيانه والاجهزه موضوع اتجاه لوحده، والاتجاه تقديم الخدمه موضوع تاني، يعني جزء او شركات معينه بتجيب الجهاز بالصيانه وهي المسؤوله عنه والشركه الثانيه بتقوم بخدمه المريض، فهو اوريدي جاي عاوز جهاز على اعلى مستوى ما فيهوش اي غلطه، وبناء عليه بيقدم اجود خدمه للمواطن. ودي حاجه مهمه جدا ما كانتش موجوده قبل كده، ان انت بتفصل. على فكره ما حدش اقتحم مجال التامين الصحي الشامل حتى في السنوات السابقه الا رئيس عبد الفتاح السيسي. دي رؤيه لاداره الدوله، رؤيه لاداره بلد، رؤيه لانه عاوز البلد تطلع لقدام، عاوز في 2030 نبقى دوله. ما الناس برضو كانوا بيتريقوا على 2030، ما هو احنا هم المشكله، يعني ما بطلتش تريقه عموما. لا ده يعني اللي انا ملاحظه من كثره انجازات السيد الرئيس يوميا، الناس اللي في الخارج اللي هم يعني عمالين يتكلموا عن مصر بيحسدونا، وكمان مش لاقيين حاجه يتكلموا عنها الا اتجهوا حاليا في مشكله واحنا ناجلها، اللي هي مشكله غاز البحر المتوسط. مصر خدت حصتها. تمام. تركيا
ما لقيتلهاش اي حصه، ما فيش، فهربت على ليبيا عشان تبحث، ومش هتلاقي في ليبيا غاز في البحر المتوسط. هتدفع اذا كتير. هم عمالين يهروا على موضوع غاز المتوسط اللي احنا اساسا الحمد لله مسيطرين سيطره كامله من خلال التعاون مع ثلاث دول، ومعنا ايطاليا، وحجمنا الاسطول الامريكي في البحر المتوسط مالوش وجود سيطره تامة. ورغم عن ذلك يقول لك مصر فرطت. ما هم دلوقتي لاقيين انجازات في الطرق عالميه، يعني المسؤول مش هيرضوا مش هيرضوا على اي حاجه بتتم. احنا ده ما يمنعش ان في بعض القصور في بعض الامور، ما احنا مهم جدا. ما هو التقييم، بس القصور جاي منين؟ القصور جاي، واحنا هنقول الكلام ده في مرحله تانية في الحلقه يعني. ما هو القصور مش عند الرئيس ولا عند الاداره العليا، ما القصور ده عند الموظف. النهارده في بعض الامور، يعني انا جات لي مشكله وانا قاعد قبل الحلقه على طول. مواطن من سموستم بني سويف دخل المستشفى، التشخيص كان خطأ. أنا بقول لحضرتك برضه بما إن إحنا في ملف الصحة، التشخيص كان خطأ، إهمال من الطبيب المناوب. الراجل ما عرفش هو أصلاً عنده إيه. أعمل مداخلة بس حضرتك أستاذ إبراهيم، اتفضل. إزيك يا فندم؟ الله يكرمك، الله يخليك. والله أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والله بالإنجازات والحاجات الجميلة اللي بيعملها في البلد يعني. وإحنا بنشكره مع حضرتك، اتفضل. الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك لنا في السيادة الرئيس يا فندم. الله يكرمك، الله يخليك. ماشي يا فندم، مع السلامة. شكرا شكرا. طيب هننتقل انتقالة سريعة، وقبل ما ننتقل يعني تقييم الصحة، مدى نجاح الرئيس في ملف الصحة؟ نديله كام في المية؟ هو لسه الملف شغال. ما أنا عارف إن الملف شغال، ما إحنا بنتكلم هو قطع حوالي 85% من الملف. لما منظومة التأمين الصحي الشامل تنتهي مش هيبقى فيه أي مشاكل خالص في موضوع الصحة، وبعدين ده أصلا ده نظام إلزامي على كل المواطنين. يعني بعد ما نخلص بورسعيد هنخش على الاقصر، هنخش على جنوب سيناء، مطروح، وبعدين نخش بقى على القاهره والجيزه ومحافظات الدلتا. مش هيبقى فيه اي مشكله خالص في موضوع الصحه. اي مستشفى انت كمواطن مصري مشترك فيها هتخش تعالج فيها. مش النهارده بقى ده في مستشفى 5 نجوم وسبع نجوم وتدفع 50,000 قبل ما تخش، ولما تطلع بقى او ما طلعتش برضه هتدفع. فالوضع مش تمام. انا بس عشان الامانه، ان المواطن اللي ده صديق كلمني على الموضوع، المواطن اللي دخل مستشفى سموسطه ولقى اهمال شديد وما عرفش يشخص الحاله وتوفاه الله الرجل، وانا والناس فعلا هتقاضي مدير المستشفى، مش هتسيبه. تمام. ما احنا حضرتك دلوقتي التامين الصحي الشامل مع المنظومه الجديده هتنسف كل المستشفيات وكل البروقراطيه دي، خلاص هنقول المواطنين خلاص هننسى مستشفى سموسطه والمستشفيات اللي جرى عليها الزمن اللي ما اتجددتش بقى لها 60 سنه. هننتقل للملف القوي جدا اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني احرص فيه يعني تقدم. استاذ عيد معانا؟ اهلا سعاده الرئيس، السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا فندم انا كنت واخد علاج الفيروس وحصل معاه مشكله، عندي تضخم على الكلى، فبنيت لي حصوه مزرعه. معايا يا فندم؟ سامعك، اتفضل. ورحت المستشفى مش راضيين يعملوا العمليه بتاعه الحصوه لما اتعالج من الفيروس، والدكتور بتاع الفيروس بتاع الكبد بيقول لي اتعالج الاول من ايه؟ الحصوه عشان عندك تضخم. ومش عارف اعمل ايه ولا اروح فين. طب حضرتك ليك تامين صحي ولا مستشفى حكومه؟ ولا لي اي حاجه خالص شدي، ولا شغال اي حاجه. طب حضرتك سيب تليفونك في الكنترول والعنوان، وانا هتواصل مع الاثنين الدكاتره ان شاء الله، وتسيب بياناتك في الكنترول. تمام. السياسه الخارجيه اللي مصر يعني تفوقت في سنوات عده، يعني تعدت انا من رايي الشخصي فوق 100%. لو كلمنا عن السياسه الخارجيه لسياده الرئيس. سياده الرئيس قطع شوط كبير جدا في يعني في موضوع السياسه الخارجيه ده. كان عندنا مشكلتين. المشكله الاولى تعاملنا مع الولايات المتحده الامريكيه في قبل الثوره وفتره الثوره، وتعاملنا مع الجانب الافريقي على كل دول افريقيا، علاقات مقطوعه، تجاهل، موضوع كبير قوي. وبعدين علاقتنا بالاتحاد الاوروبي. بعد ما تولى السيد الرئيس وبدا يشتغل على الدول الخارجيه وعلى افريقيا والعمق والبحر المتوسط، النهارده مصر عضو في مجلس الامن. ده ما حصلش قبل كده. تمام.
النهارده مصر رئيس الاتحاد الافريقي، ده ما حصلش قبل كده. الدكتوره غدا والي طبعا، وسيد وزير الخارجيه شغال بمنتهى القوه طبعا، ووزاره الهجره والكلام ده كله. النجاح بقى الرئيسي هو احتواء السيد الرئيس لجميع الدوائر الجغرافيه في العالم. بمعنى ان انت خدت العمق الافريقي وافريقيا كلها وتزعمت افريقيا. ده ملف محدش ينكره، ولا لانه واضح زي وضوح الشمس. وده في مؤتمر في اسوان شغال دلوقتي النهارده، والنهارده في زياره للسيد رئيس جنوب افريقيا موجود في مصر، لسه جاي من ساعتين. ما هو هيقعد احضر المؤتمر بالظبط. النهارده علاقتنا بمعظم الدول الافريقيه وتعامل يعني بقت فوق الممتازه، وبقينا فعلا بنقدر نساعد الدول الافريقيه الصديقه والشقيقه في المشاكل اللي عندها والتنميه ومشروعات التنميه. كل ده في الاخر هيصب بتنميه، وهيعود برضه بالنفع على المواطن المصري في الاول وفي الاخر وعلى مصر. نظره الاتحاد الاوروبي لينا وللمصريين قبل الثوره، كان المواطن المصري دائما مسافر بيشتكي من التجاهل وبيشتكي من التعالي وبيشتكي من حاجات كتيره جدا. بعد الثوره وبعد دراسه ملفات خارجيه أصبح المواطن المصري ليه ثقله ووزنه إن لم يخطئ هو. يعني المواطن المصري التمام اللي ماشي عارف قوانين البلد اللي هو فيها، له ما له وعليه ما عليه، ده بقى مواطن مصري مرفوع الراس بحكم إنه مصري. ما دون ذلك كل البلاد فيها الناس اللي بتخطأ، وده إحنا مش، والخطأ وارد في أي مكان. المشكلة الأصعب كانت نظرة الولايات المتحدة الأمريكية للمصريين في الفترة دي. بعد الثورة العالم كله أجمع قال لك ده انقلاب، وهقصد بقى الدنيا وانقلاب وازاي والديمقراطيه، وكل ده اساسا مدبر عشان الاكشاك اللي هي بتاعه حقوق الانسان وهي من رايتس ووتش والكلام ده. السيد الرئيس شال على عاتقه تحسين الصوره مع بعض المتعاونين في الخارجيه او الناس اللي بتحب مصر بالفعل في كل البلاد. بدانا بالمانيا، لان المانيا كانت في قمه الغضب من المصريين، وازاي تعملوا كده وازاي يبقى في قتل متظاهرين وحاجات. الصوره الخطا اللي وصلت، صوره خطا وصلت، وبناء عليه المانيا كانت رئيس الاتحاد الاوروبي في الفتره دي بدات تنظر لمصر بصوره على ان احنا دوله لا نهتم بالديمقراطيه ولا نهتم بالمصريين، ودوله بقى شغاله على اراقه الدماء وقمع الحريات والشغل ده. انتقلت لفرنسا، يعني فرنسا دي عايزه 5 حلقات لوحدها كدوله قد كده. انتقلت لفرنسا، وبناء عليه الشيطان الاصغر مش الاعظم بريطانيا. ما كانش وراهم اي حاجه غير النظر لمصر والاحوال في مصر. وانتقلت الى تركيا، وانتقلت الى النرويج والدنمارك، وبدا الاتحاد الاوروبي بالدول بتاعته تهاجم مصر بشكل غير مسبوق. هنقف عند المهاجمه معايا الاستاذ محمد، اتفضل. ايوه يا استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تأمين صحي اسكندريه. اتفضل. ماشي. كان عندي جلطه في عين الشمال، عملوا لي عمليه، عملوا لي 6 عمليات، وعملوا لي عدسه جت عين اليمين تعبت، رحت كشفت قال لي عايز حقن. الو. ايوه معاك يا استاذ محمد اتفضل. قال لي عايز حقن. عندي 3 مرات وعيني تعبانة، كشفت ثالث. الدكتور كشف عليا وقال لي شوف لك جمعية خيرية تساعدك. ينفع؟ لا، هو مستشفى يا حضرتك. مستشفى عبد الناصر. فين المستشفى دي؟ ايه؟ عبد الناصر في اسكندرية. اسكندرية. مستشفى التأمين، تأمين الصحة. مستشفى التأمين الصحي. طب حضرتك دخلت لمدير المستشفى؟ رحت للمدير. قال لي خلاص كده انت خدت 3 مرات حق، خلاص ولاش حاجه. ينفع؟ لا ما ينفعش. احنا بنوجه الرساله للسيد وزير الصحه وحضرتك البيانات، بس سيبها في الكنترول واحنا نتواصل مع السيد وزير الصحه في الموضوع. شكرا يا عم محمد. يبقى اذا نتيجه التحريض على مصر، هذه الدول بدون ما تعرف الخلفيات بدأت تحارب مصر، بدأت تهاجم لمصالح بعض المتعاونين في الداخل المصري هنا، اللي هم بيتشدقوا بملف حقوق الإنسان، وإن إزاي ينقلبوا على رئيس شرعي وإزاي ينقلبوا، وهم مش على دراية بإدارة الدولة المصرية في اللحظة دي يعني. إنما إحنا كان عندنا أجهزة واعية جدا وعارف إدارة الدولة تمشي إزاي.
اما بدانا نحسن الصوره في الـ في الـ مش في هي مش تحسين صورة على قد ما وصلنا لهم الحقيقة بالظبط. بالاول حسنا الصورة في الاول، وبعدين بدأ الاتحاد الاوروبي يسمع، وبدأت المانيا تسمع وفرنسا تشوف، وبعد كده مودرن ايرلر بقينا احنا اللي نروح نبقى شهاد عيان على اللي بيحصل في فرنسا وعلى اللي بيحصل في البلاد الاوروبيه من مشاكل ارهاب وانفجارات وثورات، وده اللي احنا حذرنا وده اللي احنا حذرنا منه. والسيد الرئيس بيحذر منه دايما ان الارهاب جاي جاي، انتوا بترعوه حاليا وبرضه بينال منكم، ومع ذلك بتغطوا الطرف والبصر على اللي الدوله المصريه بتبذله من مجهود عشان تجابه المنظمات الارهابيه. لما وصلتهم الصوره صح، بدا الموضوع اختلف 180 درجه. أصبح النهاردة مصر ثقل قوي جدا عند الاتحاد الأوروبي، بدليل استقبال يعني رئيس استقبال أنجيلا ميركل للسيد الرئيس أكثر من مرة، استقبال الرئيس الروسي بوتين أكثر من مرة، أعلى أعلى استقبال في العالم، الرئيس البرتغالي يعني. ملك أسبانيا بسم الله ما شاء الله، يعني إحنا خلاص بقينا في الاتحاد الأوروبي ثقل، دولة ذات ثقل، وكل المؤتمرات وكل المنتديات مصر من أولى الدول المدعوة في قمة العشرين كنا ما فيش، وفي اليابان وفي الصين والعلاقات المصرية الصينية. لو جينا اليابان اختارت السيد الرئيس أفضل شخصية، أفضل شخصية على مستوى العالم. هل بقى اليابان بتجامل مصر ولا في صلة قرابة بيننا؟ لا ما أعتقدش الناس دي عندها الموضوع أو ثقة أو ثقافة المجاملة، الناس هتموت الأعداء، إنما الناس هم عندهم ثبات، فشايفين العالم بيدور إزاي، شايفين التحركات إزاي، شايفين مصر وصلت لغاية فين رغم الاخطار اللي حوالينا، رغم ان احنا في منطقه ملتهبه سواء في الغرب في ليبيا او في الشرق في غزه. استاذ عادل معانا؟ ايوه. استاذ امل معانا؟ ايوه استاذ امل معاك، اتفضلي يا استاذ امل. بقول لك انا عندي مشكله. اتفضلي. انا كل ما اروح اعمل انا معايا عيلين وجوز ارزاق على باب الله. الو، ما سامع حضرتك بس وطي التلفزيون عشان تسمعيني. ماشي خليك معايا. اتفضلي. الو، ايوه استاذه اتفضلي. انا معايا عيلين وبقى كل ما باجي اعمل معاش الكرامه يقولوا لي بكره بعد مش راضيين يعملهولي. ما انا اقول لحضرتك كان في مشكله في معاش كرامه واتحلت يوم 15/10. طب ماشي انا رحت، احنا اتكلمنا عنه وانا كلمت الدكتوره غدا والي وزيره التضامن، هو حاليا حضرتك بتلغي الورق القديم كله وتقدم لي من النهارده ورق جديد جدا تقدميه عندك في المركز مش في القرية. حضرتك شوف انت بالمركز ايه وروح التضامن في المركز قدمي الورق، لو اخروا عليكي بتعملي طلب بحث حالة، بيجيلك واحد البيت بيبحث الحالة وبيبدأوا الشهر اللي بعده بيصرفوا لحضرتك المعاش يعني. وحضرتك ابقى تابع معانا ان شاء الله الحلقة الجاية، لو ما حصلش حل نبدأ نحل مع الوزارة. شكرا استاذ امل. نكمل يا استاذ حسين في السياسة الخارجية للرئيس، زي ما كوك الفضاء كل يوم في دولة وما شاء الله ربنا يبارك في صحته يعني. جبار. اختزلنا الموضوع خلاص، خلصنا على موضوع الاتحاد الأوروبي وما فيهم الصورة، وبقى في تعاون في جميع الدول الأوروبية ومصر أصبحت دولة ذات ثقل. جي عندنا مشكلة البحر المتوسط. طبعا احنا كانت علاقتنا باليونان بعيدة جدا، بقبرص أبعد ما يكون، تمام؟ النهاردة احنا عندنا تحالف بين مصر وقبرص واليونان ومعهم ايطاليا عشان تأمين الحدود الشمالية على البحر المتوسط وحفظ حقنا في قضية الغاز الشهيرة جدا، اللي كل ما كانش في حد بيبحث عن الموضوع ده. اول ما مصر بدأت تجيب معدات وتبدأ تبحث في غاز المتوسط عشان ده حق اصيل لينا. لا وهم الجماعة اللي بره في تركيا بيقول لك مصر ادت لقبرص وادت لليونان، هم عاوزين مصر يكوشوا على الغاز كله والدول دي مالهاش حقوق، ولما اديناهم حقوقهم قال لك لا ده انتقص واحنا المفروض نوصل للخط مش عارف 32 خط بارليف ولا خط الاستواء. اقول لحضرتك على حاجه برضو لم تصار في الاعلام ولم تصار. ما اعرفش بقى دي هتلاقي ايه، استحسان لدى المشاهدين ولا لديك انت اصلا؟ طالما سبق يجب، طالما سبق لي انا بقول لحضرتك نتمنى يعني. يجب حقيقة يعني أن يحاكم كل من كان له هدف استعماري من العصور الوسطى. بمعنى بمعنى أنا بتكلم مثلا على تركيا،
او الدوله العثمانيه او اللي هم عاوزين يرجعوا الخلافه ويرجعونا 500,000 سنه ورا دول. لو مصر كان في يوم من الايام احتلت دوله ولا شبر واحد من ارض غير ارض مصر، كان زمان احنا مكوشين على كل نص العالم يعني، صح؟ اما ان احنا حضاره، حتى لما كنا حضاره من 7000 سنه ما كناش بنعتدي على حد، كنا دفاع، خط مش دفاع، لا دفاع الحدود هي هي احنا اقوياء موجودين. انما لا ناخد من عندك ولا تقدر تاخد من عندي. النهارده نيجي احنا في الالفيه وفي عز التطور ده هنقعد بقى نرجع لورا واصل انتوا كنتوا زمان مش عارف ايه؟ لا لا، لو احنا وقفنا على حته ان هي امور استعماريه، احنا ناخد المتوسط وناخد افريقيا وناخد بلاد كتيره جدا. بس طبعا لا داعي لان البلاد ذات سياده واصدقاء واشقاء برضه. انما يجب ان يحاكم كل من احتل مصر في يوم من الايام، وعليها ان يعني التعويض المناسب لطمس حضاره او محاوله طمس حضاره، او ان هو يجي في يوم من الايام يقول لا اصل مصر بتعتدي. مصر ما بتعتدتش على حد ابدا. ده بالعكس، ده السيد الرئيس يعني بالعداله بتاعته قال لك من حق قبرص حق اليونان حقوقها. طبعا دي دوله ذات سياده يا سيدي. مستغربين، هو جه من تركيا ما لقولوش حق في المتوسط ولا عارف ياخد حق، او راح ليبيا، راح ليبيا. طب هيدور على الغاز بتاع ليبيا، هيدفع فلوس ومش هيلاقي غاز في ليبيا، ما هو المشكلة. هيرجع خايب، ما فيش اي مشكله. تمام، احنا ما بناخدش حق حد، احنا بندور على حق اصيل عشان احنا بنبني دوله، عاوزين في يوم من الايام نبقى دوله قويه ولينا برضو شان زي ما احنا شان دلوقتي في البحر المتوسط وفي الشرق الاوسط عامه. اللي بحيث بقى الغيره بقى والمتلونين واللي راح واخد له قرشين وقاعد يحكي في حكاوي ما لهاش اي لازمه خالص، مش قادر يوصل لفكر ان احنا في مرحله بناء. عندنا اخطاء داخليه جدا مننا احنا كتيره جدا، ويكاد تكون ان هي مش مبينه اي حاجه بتتم على ارض الواقع، عشان احنا برضه لسه عندنا لما نيجي نسال ملف ثقافه التغيير بالزبط. وما عندناش ثقافه المشروعات القوميه، ان عندنا ثقافه ايه لا يدخل جبنا الشخصي من المشروعات القومية. ودي المشكلة اللي بقى بين ناس كتير في الشارع، يقول لك انا اخد ايه من العاصمة يا عم؟ ما ابنك هياخد، ابن اخوك هياخد، واحد في محافظة اسكندرية هياخد، مش شرط انت في القاهرة هتاخد ايه من العاصمة. فكره غريب. هو عاوز يعرف، لا بجد هو عاوز يكون بيدور على نفسه. عنده مشكلة انا بقى هياخد ايه؟ يقول لك انا اخد ايه من غاز المتوسط يا عم؟ ما انت في 90 مليون غيرك هياخد. بناء دولة، ما هو ده بناء الدولة مش قادر يوصل لهم، وعاوز كمواطن إلا حالا اللي يدخل في جيب انا وتتحرق الاجيال الايه القادمة. انت فاكر حضرتك السيد الرئيس، هكمل بس، ده اللي السيد الرئيس يعني سايبهم براحتهم ومش راضي يسمع لهم، لان هو واخد اتجاه ان انا هبني دولة. لو اقعد اسمع لليمين والشمال ومين اللي هيحط في جيبه، يبقى انا اقف مكاني. بالظبط، عشان كده هو ربنا يبارك فيه واخد طريق ومصمم عليه ان هو هيحقق اللي وعد بيه. لما الناس كانت بتقول لسه 20-30، ما انت 20-30 هتصل للمستوى الرفاهية اللي انت كنت محروم بيه. اتفضل كمل. احترام لدول المتوسط، قبرص واليونان، دي دول ذات سيادة ليها حقوق، واحنا برضو لينا حقوق. ما بنعتديش على حد، ومش محتاجين اصلا ناخد منهم حاجه. هو في عمليه تعاون مشترك بيننا وبينهم في عمليه البحث عن الغاز، وكل واحد ياخد الحصه بتاعته، ما فيهاش اي مشكله خالص، وما عندناش اي مشكله مع اي دوله في الجوار او في اي مكان في العالم. ابرز الامور في السياسه الخارجيه هي طمس ونهايه الهيمنه الامريكيه على القرار المصري ايا كانت. كانوا ماسكيننا بقصه المعونه دي اللي احنا عمرنا ما شفنا هي المعونه بتيجي ازاي، وشفناهاش اساسا يعني. رئيس في اخر زياره قال لهم مصر لا تحتاج الى هذه المعونه، مش ولن تلوي ذراعنا بالمعونه، ومصر صاحبه قرار وسياده. وده ما قالهاش وزير، رئيس قصدي سوري، جمهوريه على طول تاريخ مصر. خلاص احنا عرفنا الداء فين. تمام، الاداره الامريكيه واخده على ان اللي يجي خاضع. ما 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 خدتش على ان يجي رئيس دوله في الشرق الاوسط يبقى ليه صوت ويبقى ليه يد عليا، وبعدين يخاطب الاداره الامريكيه مش في شخص الرئيس الامريكي. الفتره الاخيره الرئيس ترامب ده يجهل الحضاره المصريه اساسا، مش عارف حاجه. يجهل الحضاره المصريه ويجهل تكوين الشخص مصر، وده اللي قاله. بالزبط. قاله الرئيس، قال للاداره الامريكيه هذا الرئيس يجهل تاريخ الحضاره. تمام، وهم الاداره اعتذرت، الاداره الامريكيه اعتذرت لمصر وقالت ان الرئيس هو الوحيد اللي استمع لصوت هؤلاء الايه الجماعات المتطرفه، ولما عرف اخطائه اعتذر ايضا بدأ وعرف
إن هؤلاء إرهابيين وليس أصحاب حق، يعني هم لهدم الدول مش 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 لبناء الدول. فطبعا بدأ أثر التعاون، ندا بند بين الإدارة الأمريكية وبين الرئيس السيسي والإدارة المصرية. أصبح كل منتدى وكل مؤتمر وكل أي تجمع عالمي لازم يوضع الرئيس السيسي غير شخص. غير الاجتماعات، يعني وزير الدفاع الأمريكي يوميا في مصر. ليه؟ لأن مصر قطعت رجل أمريكا من البحر المتوسط، وده الناس اللي برضو كان يقول لك للصول السادس، وكان بياخدوها برضو تريقة من خلال دخول الاتحاد الأوروبي في الأربع دول المشترك. كمان نفسه في تقرير أمريكي قال لك الرئيس عبد الفتاح السيسي كقوة مخابراتية ضحك على العالم كله من خلال أنه خرج تينار وسنافير من اتفاقية كامب ديفيد وخلاها ممر عالمي. ما امريكا ما اسرائيل ما تقدرش تتكلم مع السعوديه. ليه؟ لان السعوديه لا تخضع لا تخضع لكامب ايه ديفيد، وسيطر على ممر باب المندب ويبحث عن الغاز ايضا، ويبحث عن الغاز وشغال في الكوبري. الكوبري اللي ما زلت انا يعني على تويتر كده ان الكوبري بدا هيشتغل. الناس بتقول لك فين الكوبري؟ طب هل انت رحت سيناء وشفت هو شغال في الكوبري ولا لا؟ انت قاعد هنا في القاهره. يعني قبل ما نكمل، يعني هنخرج استراحة فاصل إعلاني وهنرجع لحضرتك بعد الفاصل الإعلاني. فاصل إعلاني وهنرجع لكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق القلم وجعل من اللوح حافظا ومن كتابه الكريم دستورا وجعل من التدوين شهادة وميثاقا، فلما كان بذلك نقل الأخبار وبه وصلنا صلاح أعمال الأخيار، ومن خلاله عرفنا ظلم الطغاة والفجار، ففهمنا وعقلنا بأن للحرف أثره وللكلمة عمقها وللكتاب تاريخه، وأنه كما توارثناه حفظا كان حقا علينا للأجيال اللاحقة نقله الكتاب. ولذلك كنا نحن إسكرايب، حيث أخذنا على عاتقنا أن نجعل من أنفسنا منارة لكل ربان قلم صادق، وأن نكون منبرا لكل مناد للحق، وليصل صوت زئير قلمه للعالم أجمع، وأن ننصف بوح تلك الأرواح الكليمة، ويعرج من خلالنا إلى سماء العلياء كل قصيد هادف. آمنا بأننا أمة إقرأ، فبالكتاب نعلو ونزدهر، وبالعلم نواكب الأمم وتعود لأمتنا هيبتها. نحن في سكرايب لسنا مجرد دار تنشر وتمرر طبعات وتكدسها لأجل دراهم معدودة زائلة، بل نبحث عن الصنف الواعي الذي من خلاله نزيد ثقافة جيل المستقبل الواعد. كانت سكرايب ووجدت اليوم لتمسح غبار الحزن عن ذلك الكاتب الهاوي الذي لم يجد لفرصته سبيلا، وولدت سكرايب حرة لتكون أيضا منصة لكل قلم حر لا يرضى المهانة. إن التطور والمضي في تثقيف العالم العربي وإجلاس القلم العربي في عرينه هو قضيتنا. لسنا مؤسسة تدعو للقلم الواحد ولا للبلد الواحد ولا للفرد الواحد، بل لكل كفء يزيد في إنتاج جيل واع ومتحضر. لقد كان وبفضل الله وبوقت قياسي نجاح وصدى لأعمال تشرفنا بها ونذكر منها إرم للكاتب المتألق يوسف حسين، وكذلك من الأعمال الهامة ديوان شعر حنين الماضي لأيمن محمد الورداني، شذرات شاعر مملكة الروح لعبد الحفيظ جواحي، دموع هوارة للولو الصياد،
قابيل رجاء توقف لفوفو فاطمة الزهرة حارة الفيبرو لدنيا سمحي بئر أسرار لأحلام صالحي عشق وكبرياء فاطمة البقاعي سيد العروش لإسلام محمود يوسف الثلاثة يحبونها لمنى نجيب أرض المشاعر طفلة أنا لعائشة مكي جوابات قصر الدوبارة لعبد الرحمن عباس صدقوا ما عاهدوا لحازم حمزة خبز تحت الحصار لمجموعة مؤلفين خواطر تختالني انتصار ربيع الخذلان لمها آدم أحبك عشاق وفراق لكامل بدر خان الحوار في القرآن الكريم والسيرة النبوية لعصام الدايح استراتيجية شعرية الخطاب لفريد سعدون سكوشين لجوان زكي كما وتعاقدنا مع مدير مجموعة زمرة الأدب الملكية الأستاذ خالد أمين رئبال الدمشقي وكان من خلاله إصدار عدة أعمال مميزة لكوكبة أدباء من جميع الدول العربية ومنها أنين على الوسائد للأستاذة زهراء ناجي أوراق على قارعة الروح للأستاذة منى عز الدين سلطان حمير للأستاذة منى ناصر باروس أرواح معلقة للأستاذ محمد شيبة إن سكرايب اليوم وبفضل الله ومنته علينا كان لها أثر وبصمة في كل معرض عربي أقيم لهذا العام فكانت جميع إصداراتها متواجدة في معرض الشارقة والسودان والجزائر وكذلك كنا حاضرين وبقوة في معرض اسطنبول وقريبا في معرض جدة والقاهرة الدولي سكرايب تعني الثقة شعار رفعناه وماضون فيه بين كتابنا وقرائنا ونسأل الله التوفيق والسداد سكرايب مولود اليوم معلم الغد أستاذ حسين احنا كلمنا عن كشف حساب للسيد الرئيس في ملف الصحة والسياسة الخارجية عندنا البنية التحتية عندنا الطاقة من كهرباء من غاز بترول ولكن يعني حضرتك هنأجل ده الحلقة الجاية ولكن هنتكلم عن ملف الأحياء وده المعوق الأكبر أمام الدولة المصرية اللي مضيع كل الإنجازات واللي ما بيظهرش للناس إنجازات السيد الرئيس بجد وعلى هو الأحياء حضرتك يعني عاوز تتكلم في الأحياء يعني اتفضل تأخر قانون الإدارة المحلية وتأخر ان احنا نعمل انتخابات محلية من فترة طويلة جدا خلت موظفي الأحياء يتوغلوا ويتوحشوا ويتبجحوا النهاردة اي موظف في الحي ايا كانت كنيته بيمشي في الشارع زيه زي رئيس المباحث حاجة غريبة جدا طبعا في غياب تام لرئيس الحي طبعا انا ما بحددش منطقه معينه او حي معين ده عامه في كل القاهره والجيزه وكل المحافظات او حتى في المجالس المدينه في الريف يعني ما هو امبارح تقرير الزميل احمد موسى طلع من حلوان وزير التنميه المحليه على الهواء عزل رئيس حي حلوان ورئيس المركز علما من رئيس حي حلوان ده الناس بتصرخ عليه بقالها سنه بس عشان منبر اعلامي كبير فاستجاب وزير الإدارة المحلية اللي هو محمود شعراوي بعيد كل البعد عن إدارة المحليات في مصر طبعا احنا ما نقدرش نتكلم على وزير بس احنا بننتقده لأنه هو انا عايز اعرف مين اللي بيعين رئيس الحي يعني انت بتختار يعني اللي رئيس حي حلواني المقال امبارح ده لما ده كان رئيس حي المعصرة وكان فاشل وكان فاشل انت ما انجزتش في المعصرة يقوم يكافئوك يودوك حي حلوان يعني المعصرة كده يودوك حي حلوان قد كده طبعا سيل من عشوائية سيل من الفساد حلوان دي كانت حاجة ده عندك عندك حدائق حلوان ما فيهاش طريق واحد مرصوف ولا شارع ولا شارع فين الميزانية
هو نفسه انا بنتقد على حاجه معينه. السيد رئيس حي المعصره الحالي من ساعه ما اتعين داخل على سنه تقريبا ما فيش مواطن بيخش له مكتبه. يعني رافض مقابله المواطنين. وهو قال انا صراحه يعني احنا كنا بنخش رئيس الحي السابق استاذ محمد فؤاد كصحفيين بيستقبلكم بيحل المشاكل قدامكم في اللقاء الجماهيري انا والكاميرا وبعض الناس اللي معانا في الجورنال وبنقعد نحضر اللقاء الجماهيري على الهواء ونسجل وبنصور عادي واحنا قاعدين في مكتبه وبناخد شكاوى المواطنين وبنساهم كمان في حلها. وبناء عليه كان المواطن بيخش الحي في حي المعصره تحديدا يحس انه داخل في مشكله وهتتحل. النهارده لما رئيس الحي الجديد اللي هو ايمن دخل جه قال لك ممنوع دخول الصحفيين وحددهم بالاسم، ممنوع دخول الجرايد، ممنوع دخول الاعلام، ممنوع دخول المواطنين، فبيطلع لهم انت بره ممنوع ممنوع. طب انت بتعمل ايه؟ النهارده واحنا قلنا في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها مداخله بسيطه ان رئيس الحي ده يعني منوب عن السيد المحافظ، منوب عن السيد رئيس الجمهوريه، هو اللي دلوقتي اخي اللي بيصدر المشاكل الاخطر من ده. اتفضل. لو السيد رئيس الحي هو ليه استراتيجيه وليه ايديولوجيه في التعامل مع الحي اللي انا اصلا ما شفتهاش خالص، يمكن الناس شافتها انا ما شفتهاش بصراحه. انت سايب ليه موظفي صغار موظفي الحي يبرطعوا في الحي وكل واحد يعمل اللي هو عايزه من فساد ومن مخالفات ويا راجل ده عامل شارع طلعت الخشاب متكلف 120 مليون جنيه رصف النهارده بقى سوق تجاري او جراشات او قهاوي حاجه غريبه جدا وما بيتحركش. انا ما شفتوش مره بعربيه الحي او بعربيته الشخصيه او ماشي على رجليه وسط المواطنين الا هو بيطلع خمس دقائق بالليل بالليل بقولك على القهاوي يشيل الكام كرسي وخلاص. هو انت حضرتك رئيس حي بتشيل كراسي حضرتك؟ الحي ده حي لازم انت جاي رئيس حي بتعمل حاجه مهمه جدا، لازم ترتقي بالحي ولازم تقدم تقرير للنائب وتقرير للمحافظ تشوف انت كنت فين وبقيت فين، وبعدين تعمل حاجه مهمه جدا من الادارات اللي تحت ادارتك انت في الحي تعمل حاجه للموارد عشان ترفع من الحي. عندك مخالفات وعندك بنيه تحتيه مكسره وشوارع ما اترصفتش وعندك مشاكل كتيره جدا. هل احنا هنختصر عمل رئيس حي في بلاعه ولا في تكتكين معديين من الشارع؟ لا، ده ازمات طاحنه بالفعل لن تخلو عشوائية حي المعصرة أقل من عشوائية حي حلوان اللي اتقال اللي هو محمد عميدي امبارح عشان التغيير بتاع الأستاذ أحمد موسى. لا، ده في أفظع من كده، ده في أفظع من كده. أن نتوقف للأسف وقت الحلقة خلص ولنا يعني حلقات مع إن شاء الله. الأحياء لأن هي بجد أنا قلتها قبل كده هي سبب هي أزمة من تضيع مصر. بالظبط. أعزائي المشاهدين شكرا لحضراتكم على وعد بلقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.